Beautiful. Beautiful. بيتك بيتك. النهاردة بقى بستضيف اكبرها نجم كوميديا في العالم العربي. النهاردة احنا هنقابل الزعيم. منورنا يا زعيم. مساء الخير يا جدعان. انت ايه حكايتك يا جدع؟ انت كل شوية جرجرني معاك. بنشتغل عند اهاليك واحنا يعني ولا ايه؟ معلش يا زعيم خليها عليك المرة دي، ما احنا ملناش بركة الا انت يعني. وبعدين ايه حكاية بيتك بيتك دي؟ ايه جو الفراخ ده؟ ما تقولش كده يا زعيم، التكرار هنا بقى عشان التوكيد ولا مؤاخذه. توكيد بيتك بيتك، عدم الا مؤاخذه يعني. طب ادخل في الموضوع، ادخل في الموضوع. كنت عايز اسالك سؤال يا زعيم بحكم خبرتك يعني، ايه رايك في المسلسلات التركي والمسلسلات الاجنبي اللي بتقعد 500 حلقه دي؟ ده انا نفسي يا سلام، ده انا عايز المسلسلات دي يا جدع. يا سلام. ايه ده؟ معقولة يا زعيم؟ اصل انت خد بالك يعني المسلسلات دي بقى مليانة موزز، والعيال الممثلين، العيال الممثلين هرقين بعض يا جدع. بوس وانا عز البوس يعني. ما تجيب بوس. بوس ايه بس؟ خلينا في موضوعنا. وبعدين ما احنا عندنا بوس يا زعيم. لا 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 لا، اجري بقى اجري بقى بلا نيلة. بوس ايه اللي بتتكلم عليه؟ ده العيال بيبوسوا بوس يا جدع. طب يعني يرضيك يا زعيم المسلسلات تقعد 500 حلقة؟ ده يرضي ربنا؟ ده يرضي مين ده؟ وانت هتقر عليهم يعني ولا ايه؟ لا لا، اقر عليهم ايه بس؟ طيب يا جدع ما تسيب الناس تعيش، سيب الناس تعيش. مش بيدوا يا جدع البوس حقه، قصدي الشغل حقه يعني. ما تبقوش قطعين ارزاق يا جدع. اي كلام فاضي معقول. قولي وداعا للوزن الزائد وقولي مرحبا بالنحافة والجسم الرشيق. حزام هولا هوب الفعال، أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التخسيس في العالم. حزام هولا هوب الفعال سهل الاستخدام، يمكن أن ترتديه وأنت في المطبخ، يمكن أن تستخدميه أثناء شرب الشاي والقهوة، من الممكن أن تستخدميه أيضا أثناء اللعب والسلام. حزام هولا هوب للتخسيس ليس للنساء فقط، بل هو فعال جدا بالنسبة للرجال، من الممكن أن تستخدمه في العمل، لا يهم نوع العمل الذي تأديه، إن كنت قصيرا أو مهندسا، هي كانت مهنتك رسام، طباخ أو طبيب، أو حتى مصور تلفزيوني، عليك بحزام هولا هوب. أي كلام فاضي معقول. هاي حبيبي مفخد. نور كيف حالك يا شقيقة الروح؟ في أسوأ حال حبيبي، فقد علمت أنك خنتني مع ابنة خالي نوران. كان خطأ غير مقصود يا حبيبتي، فقد كانت ترتدي نفس الكنزة التي ترتديها أنت دائما، وكان الظلام حالكا. هذه نفس الحجة التي قلتها لي عندما خنتني مع ابنة عمي لورا. وما حيلتي يا حبيبتي وأنت تسلفين كنزتك لكل قريباتك؟ بالمناسبة لقد بحثت عنها في دولابك فلم أجدها. نعم حبيبي، لقد أعجبت خالي منظور واستلفها مني. وهل لخالك هذا ابنة شابة جميلة يا حبيبتي نور؟ لأنني أعتقد أن هناك خطأ غير مقصود قد حدث بالأمس. لا 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 حبيبي، فخالي هو من ارتدى هذه الكنزة بالأمس. أخ آدي عيب. أي كلام فاضي معقول. شوف يا أخي والله لي عتاب عليكم يا مصريين، رايحين انتم تنتقدون المسلسلات التركية وتنسون أنفسكم؟ هذا حكي؟ انتم عندكم المسلسل كتير مطول، نشوف موسم ورا موسم ورا موسم ورا موسم، خمس ست مواسم يا أخي، ويظل البطل عندكم يا هال صغير وما وراه غير انه يحب في الحريم، يسيب هذه ويجري ورا هذه، اشي اصفر اشي احمر اشي اخضر، وما حدا يقدر عليه. يا اخي يا اخي، اللي بيته من زجاج ما يقف في صالة البيت بالاندرويرد،
تعالوا شوفوا عندنا مسلسلات لها هدف من وراها حكم. يعني المسلسل الكوميدي مثلا لا يضحك ولا يحزنون ودم ماسخ مشان الناس تتعظ، وما يشوفوا هالمسلسلات اللي تضيع الوقت. قصرت؟ أي كلام فاضي مع رمضان كريم. أنا فطين سيد حسين لن ولم أتغير. دلاميش أنا غرامي. مصر يا أولاد بلد نجيب محفوظ وأحمد زويل، بلد عبد الوهاب وأم كلثوم وحسن شحاتة. اللص والكتاب. انت هتبقى ميشو. احذر من مكالب الأسد واتقي شر الحليم إذا غضب. سامح حسين. إما خليت عليها وطيها. معلش عم أنس، معلش الخطة فشلت. حسن حسني. وبعدين يا عار العيلة. بس هي في خطر وجريت. رمضان كريم. سيت كوم حرمت يا بابا الجزء الثاني. يا هيا مختي كانت لي لعبه يا بابا عشان ما يعيطش. الكلمه هنا بعد المحافظ كلمتي انا. انا كمان المز بتاع المنطقه كلها. لا سهل. حسن حسني. اللي خلى البلد عليهم ربنا يعينه، فوق بيهم يبات ومنهم تطلع. انا احلامي تختلف كليا عنك. لا ما يا عم لهاش طعم تطبق اصلا. الجوعه رجوعه خلت العجوزة جربوعة. مين الجربوعة دي؟ العجوز؟ مين العجوزة دي؟ اللي هي قبل الدق على طول. أنا هاخد الخط على جنيه وربع، بعناهم يبقى رزق أنا والواد الغلبان ده. اتقفشت أو البوتيك باسم أبويا. شوفوا وشكوا على خير. يا ساتر. هي دي مسلسلات ولا أنتوا كنتوا عمركم شفتوا مسلسلات؟ في بنات حلوة بعبلها، وحشة أو تحفة في جمالها. أي كلام فاضي معقول. ومرة تانية رجعنا لكم مع الزعيم نجم النجوم. عرفنا رأيك في المسلسلات التركي، قلنا بقى رأيك في المسلسلات البرازيلي يا زعيم. هو كمان في مسلسلات برازيلي؟ جرى يا جدعان، الواحد يسرح شوية يلاقي مسلسلات هجمت عليه من كل حتة يعني، ولا ايه؟ خلاص خلاص، ما بقاش في امان في البلد يا جدعان. مالها البرازيل ومال المسلسلات؟ ما كانوا ماشيين كويس في البن يا جدعان، ولا هي تفاصة يعني؟ خلاص يا جدعان نسيب المسلسلات بقى ونزرع بن. يلا. غريبة يا زعيم، ده انا قلت ان المسلسلات دي هتعجبك، دي فيها مزز احلى 100 مرة من التركي. اشتري مني بقى. بتقول ايه؟ فيها مزز؟ فيها مزز؟ ما تسيب الناس تعيش وتعمل مسلسلات بقى ونتفرج على بوسي. يلا. اي كلام فاضي معقول. السيدات والسادة والكرول، معلم بالعرض، اتعصى الله مساكم. جاءنا الآن هذا النبأ العاجل، تم اكتشاف كائن خرافي في إحدى المصالح الحكومية. عادي يعني؟ وعدد من المواطنين والعاملين بالمصلحة محتجزين بالداخل برضو عادي، بينما أعداد غفيرة من المواطنين والصحافة والإعلام يتجمعون حول المصلحة الحكومية، والشرطة تحاول السيطرة على الجموع الملتفة يعني اللي لافين كده حوالين المصلحة الحكومية لمشاهدة الكائن الخرافي. وقد تبين أن المخلوق الخرافي موظف بهذه المصلحة، أتى إلى عمله دون تأخير. يا لهوي، وراح يعمل في خدمة المواطنين دون تعطيل لمصالحهم. لا 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 لا، مش ممكن، وما طلبش رشوة مقابل إنهاء خدماتهم. ده أكيد اتجنن. جدير بالذكر أن المحتجزين أقسموا أنهم رأوه مبتسما أثناء تأدية عمله، وجاري الآن التحقيق معه للوقوف أو القعود، مش مهم، على أسباب ما حدث. وهل يمكن أن تصبح عدوى لا قدر الله من عدمه؟ أعوذ بالعافية.
أي كلام فاضي معقول. Single up, single up, get up. 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 Single up. أنا كنت عجوز ورجعت شباب. Single up, single up. من غيره بعيش في مرار وعذاب. Single up, single up. بشتاق له كتير وش غلاب. Single up, single up. أو معاه أنا عمري ما كنت كذاب. Single up, single up. قد أنا كنت عجوز ورجعت شباب. Single up, single up. لم فاضي